في قطاع النقل تحجج عدد كبير من سائقي السيارات الأجرة الفردية بعدم موائمة الإجراءات الوقائية الصحية التي تقررت قبل العودة لنشاطهم بداية من أمس الاثنين، ما جعل الغالبية ترفض العودة إلى النشاط. سائقو التاكسي طلبوا برفع عدد الأماكن الخاصة بالزبائن إلى اثنين على الأقل عوض زبون واحد. نتابع التصريحات في ميكروفون نادية معزوزة. احنا ما تساعدناش، بعلول خطرش عليه قالوا لنا ترفدوا ان كليون وقال لك لازم الليل لازم الباش لازم كذا، معليش هذه حاجه بروب معليش، بصح ما تحتمش عليا غير واحد برك. واش تحبيني نقول لك؟ اربع شهور ما خدمناش، ليسونس زادوا له وزاد قال لك رفدي واحد من اللور، وهذا الواحد كي نضربته وتنسى حتشو هذا نضرب ساعه ويعطيني 5000 راك، واش ندير بها؟ نديرها ايسونس نشريها لولادي، واش انا راح ندير بها؟ ما نخدموش باسكو دو فير لي كالكول، حنا ديجا اوني با رونطابل، هذه وحده. دوزيامون افيك لو جال هذاك اللي نشرو سي 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 اون فال بايي بلوس هذاك البليكسي كلاس سي با غراتوي، ويقول لك زيد واحد ان كليون الور اون فا با سون سورتير، ما نخدموش وخلاص.